طبعا هذه رسالة للإطار التنسيقي حصرا، لأنه موقفهم كان بعد ردة فعل التيار الصدري، وبالتالي استطاع الصدر أن يرجع للمشهد السياسي العراقي وكذلك العالمي. يعني اليوم التيار الصدري استحوذ على قلوب الأمة الإسلامية جميعا، وكل الدول الإسلامية نظرت إلى التيار الصدري وردت فعل القوية باتجاه حرق القرآن، وبالتالي رجع إلى المشهد السياسي. ولكن بالنظرة الدولية السياسية ينظرون إنه موقف التيار الصدري بعد انسحاب التيار الصدري إن الإطار التنسيقي أفضل من التيار الصدري بموضوع العلاقات الدولية. يعني لا. الإطار التنسيقي بعد برسالة إنه هو الأهدأ بموضوع مسك أمور السلطة الاتحادية أفضل من التيار الصدري الشعبي التي كانت ردة فعله وحرق البعثة الدبلوماسية، وبالتالي رسالة سلبية بالنسبة للعلاقات الدولية للتيار الصدري، ولكن استحوذ على قلوب العراقيين وكذلك ردة فعل قوية ضد الإطار التنسيقي، وسيسبب مشاكل كبيرة بالمستقبل من احتجاجات على الإطار التنسيقي، لأنه رجع بقوة التيار الصدري بعد هذه التظاهرات جريمة حرق القرآن.